زهرة وأبو ظاهر شهيدا النكبة تسابقا على الشهادة فنالاها، وقبل أن يفترقا ويرثيا بعضهما تعاهدا على اللقاء هناك مع الأبرار. أخ يابا يا حبيبي، عذرتي يابا عليك، يا عذرتي يابا عليك. أخ يابا يا حبيبي، مجهز لك للتوجيه يا ابني، مجهز لك للتوجيه يابا حبيبي. عندما يبكي الرجال فاعلم أن الهم فاق المدى، واعلم أيضا فراق أب وحسرة على الضنا. نديم اختار مقعده بعيدا عن مدرسته، وجعل من نفسه كتابا غير كتب دراسته، فهو الآن بجوار ربه. رحمتك وصبرك يا رب، يا رب رحمتك وصبرك يا رب، أعطيني الصبر يا رب، أعطي عيلتي الصبر يا رب. فقط هما الصبر والسلوان، ما يقالان من قلوب من فجعوا برحيل نديم نوارة الذي عاد إلى أمه للمرة الأخيرة لتراه وترضى عنه قبل الرحيل الأبدي. ومن النظرة الأخيرة إلى المثوى الأخير والثرى الذي امتزج بدمائه، حمل نديم نوارة 17 عاما على أكتاف رفاقه ومحبيه من قرية المزرعة الشرقية بمدينة رام الله وسط صيحات الانتقام والمبايعة. نديم نوارة أخبر رفاق الدرب معتز وشحى وساجي درويش مرورا بقوافل الشهداء التي سبقت بأن النكبة ما زالت متواصلة وأن التضحية مستمرة. وفي موقع استشهاده ودمائه التي نزفت، تواصل الغضب انتقاما لجريمة ارتكبها جيش حقن جنوده بالموت ولم يعرفوا يوما سوى الدم الفلسطيني لإشباع غريزة القتل لديهم. إصابة بالرصاص الحي في القدم وعشر إصابات بالرصاص المعدني حصيلة عدوان قوات الاحتلال على مسيرة رفعت أسماء الشهداء وحق العودة الذي أورثه الكبار وأقسموا على حمله الصغار. علي دار علي، تلفزيون فلسطين.